إن كنت مهتماً بتاريخ الحياة السياسية في سوريا ما قبل الأسد، فإنك بالتأكيد مطلع على أحداث الانقلابات العسكرية المتواترة في تلك الفترة. ولكن ماذا تعرف عن قصة أول وأغرب انقلاب عسكري والذي سماه السوريون انقلاب السمنة؟ القصة بدأت بعد إصدار الرئيس السوري شكر القوات لقراراً بتعيين حسن الزعيم رئيساً للأركان، وبعد تسلم الزعيم قيادة الجيش عين صديقه المقرب العقيد أنطون البستاني مديراً لتموين الجيش. في هذه الأثناء انتشرت الشائعات حول فساد بعض الضباط، فاتجه الرئيس شكر القوات لي مع رئيس الحكومة خالد العظم للنقاط العسكرية على خطوط الجبهات، وأثناء مرورهم أمام القطعة العسكرية فاحت رائحة كريهة من مطبخ الكتيبة. أمر حسن الزعيم بفتح صفيحة سمن جديدة وقلي بيضة، ففاحت رائحة كريهة بسبب نوعية السمنة الفاسدة. وبعد تحليل السمنة تبين أنها مادة دهنية مستخرجة من عظام الحيوانات. عندها أصدر الرئيس شكر القوات لي أمراً باعتقال أنطون البستاني بتهمة الإثراء على حساب الجيش، لكن رئيس الأركان حسن الزعيم لم ينفذ الأمر واحتجز صديقه في غرفة علوية في مبنى وزارة الدفاع. سمع القوات لي بأن البستاني محتجز في وزارة الدفاع فأصدر أمراً بنقله إلى سجن المزة. شعر الضباط بالاستياء من اعتقال ضابط مهم من زملائهم من إدارة سياسية عجوزة متهمة بالتقصير في تسليح الجيش. وازداد استياء الضباط وعلى رأسهم حسن الزعيم بعد اتهام ضباط الجيش باللصوصية والفساد، حتى أن شباب دمشق كانوا يمسكون بأنوفهم حين مرور الضباط على الأرصفة وكأنهم يقولون كم هي سيئة رائحة السمنة. الأمر الذي دفع حسن الزعيم إلى تقديم مطالب من شأنها عدم التعرض لأمور الجيش وكف مناقشة المسائل العسكرية من قبل المدنيين وإقرار موازنة جديدة للجيش، لكن القوات لي لم يلتفت لهذه المطالب واستمر بلوم العسكريين، الأمر الذي انتهى بعد عدة حوادث إلى اندلاع الانقلاب العسكري الأول الذي قاده حسن الزعيم مفتتحاً عهد الانقلابات العسكرية في المنطقة. وأنت ماذا تعرف عن قصص الانقلابات العسكرية في سوريا؟